تكملة السكشن وقفنا عند operations on power section series. عمليات بتتم على الباور سيريز بدنا ناخذها باختصار. في نظريات بتخولنا هذا، احنا حندخل على الجانب العملي مباشرة. لو بدي اجمع متسلسلتين باور سيريز، متسلسلتين قوة نسميهن، بنجمعهن حدا حدا، يعني كل حد مع الحدود تماما زي ما بعمل مع البولينوميالز. يعني انا مثلا لو قال لي اوجد ناتج 1 زائد 2 اكس زائد 3 اكس تربيع ناقص 5 اكس والسبعة، اجمع لي اياها مع 3 اكس ناقص 11 زائد 4 اكس تكعيب مثلا. لما اجمع بجمع الحدود المتشابهة، فلما يكون عندي 2 باور سيريز بدي اجمعهن بجمع الحدود، بكتب السلسلة الاولى زائد المسلسل الثاني الى اخره. يعني مثلا لو كان عندي متسلسلة لتكن المتسلسلة الاولى اكس، عليكم السلام، ها تفضلي، اهلا وسهلا. نسمي هذه مثلا اي اكس تساوي، وطبعا ان من صفر لما لا نهايه، وعندي بي اكس بتساوي 2 ناقص 1 اس ان اكس اس ان زائد 1 او اكس اس ان اي حاجه. لو بدي اجمع هذول المتسلسلتين بفكر المتسلسله الاولى بفكر المتسلسله الثانيه، بكتب اي اكس زائد بي اكس، الاولى فكيها 1 زائد اكس زائد اكس تربيع زائد زائد اكس ان زائد الى اخره، تمام، زائد هذه حط ان من صفر لما للنهايه، مش هناخذ صفر، مش هناخذ صفر، بلاها هذه، وها احنا يعني بدنا ناخذ الفكره بس لتكون هيك. حط اكس بصفر 1 اكس تصير اكس، صح، اكس اس 1 اكس، وهذه صفر 1. بعدين حط اكس ان ب 1 بصير سالب اكس تربيع، بعدين زائد اكس تكعيب ناقص الى اخره. فالان بدي اجمع الواحد حينزل، صح، زائد بعد هيك مش هيظهر لي اكس اس 1، مش هيظهر، يبقى هذا حتتجمع مع هذا يبقى زائد 2 اكس، صح، بتروح الاكس تربيع بتروح مع الاكس تربيع، صحيح، بعدها اكس تكعيب مثلا عندي مهن زائد 2 اكس تكعيب، اللي بعدها بتروح بتروح البعد، وهكذا. احنا بنكتفي في الجمع او في الطرح او حاجه زي هذه، نكتفي باول 4-5 حدود، هن بيعطيني نمط ناتج الجمع. نفس الكلام بنعمله في الطرح، لو بدي اطرح 2 باور سيريز. طيب انا الان لو بدي اضرب، طبعا في عندنا مثال مكتوب هنا مش مشكله بتقروا لحالكم. لو انا بدي اضرب الاي اكس في البي اكس، لو بدي اضربهن ضرب ايش بصير؟ برضه تيرم باي تيرم. انا تماما لما اجي اقول لك بدي اضرب اكس تربيع زائد 2 اكس ناقص 1 في اكس زائد 1 توزيع، هي في الواقع بقدر انا اخذ عشان صغيره اقول هذه في في المقدار كله وهذا في المقدار، او بقول هذه هان وهان وهذا هان وهان بالتوزيع، صح؟ ايش حتصير؟ اكس تربيع في الاكس زائد 1، صح؟ زائد 2 اكس في الاكس زائد 1 ناقص 1 في الاكس زائد 1، بعدين ببدا اوزع، صح، بصير عندي وهكذا بالدور هذا. فانا الان لما اجي بدي اضرب بقول الواحد في المتسلسله هذه كلها حتعطيني اكس ناقص اكس تربيع زائد اكس تكعيب ناقص اكس اس 4 زائد الى اخره. هذا ناتج ضرب 1 في البي اكس، صح، زائد الاكس في هذه كلها هتبدا لي اكس تربيع ناقص اكس تكعيب زائد اكس اس 4 ناقص اكس اس 5 زائد الى اخره، صح، هذا ناتج اكس تربيع في مين؟ في البي اكس، كمان زائد الاكس في البي اكس، مش الاكس، احنا الاكس الاكس الاكس
الحين نضرب الاكس تربيع. الاكس تربيع هندا تصير عندي زائد اكس تكعيب ناقص اكس اس 4 زائد اكس اس 5 ناقص الى اخره، وهذا عباره عن اكس تربيع في البي اكس زائد الى اخره. طبعا كل حد لحاله عباره عن متسلسله صح، لان المجموع لما لا نهايه، وهذه وهكذا هيك بتم الضرب. بعدك انا لما بدي اجمعها بجمع اول ثلاث اربع حدود بس، لانه بعطيني النمط او باكتفي فيهم، هن المهمات. فبقول هنا اكس، هذه ما فيش زيها، بقول بتساوي اكس ناقص اكس تربيع مع زائد اكس تربيع، بروح مع بعض. خد بالكم هن قريبات من بعض، هي زياده بواحد بالاس يعني، بس مش اكثر، حتى مش حطك معامل. انا بس لفكره انه الاول بنضرب في المتسلسله وبنحط الجواب هان، الثاني بنضرب في المتسلسله وبنحط هان، وهكذا. فالان بجمع بعد هيك اكس بنزل لحاله ناقص اكس تربيع مع زائد اكس تربيع بروحن كمان، والزاد اكس تكعيب مع ناقص اكس تكعيب راحه. في حاجه رايحه تمام. هنا الاكس ما فيش زيها، الاكس ناقص اكس تربيع مع زائد اكس تربيع راحن، اكس تكعيب مع هذا راحت، في كمان زائد اكس تكعيب تمام، هذا مع هذا راحت، ناقص اكس اس 4 زائد بكفي. هيك العمليه احنا مش حنجري، بس بنقول لكم تصور كيف احنا لو بدنا نضرب 2 باور سيريز تمام. هذا اول حاجه، كيف انا بضربهن او اجمعهن او اطرحهن. كمان الاشتقاق بقدر اشتقها تيرم باي تيرم. كيف يعني؟ يعني لو كانت عندي انا برضه، هذا في عندكم امثله جاهزه موجوده، لكن نكتفي احنا بالمثال لان بدنا الفكره. على فرض انه هذه عندي اف اوف اكس بتساوي هذه المتسلسله، بقول لي فايند سيريز فور اف برايم اوف اكس واف دبل برايم اوف اكس. في عندنا مثال هذا الكلام، يعني مش شرط ناخذه نفسه. عليكم السلام. زي مثال خمسة، مثال خمسة صفحة 119 زي هيك معطيني. بنرجع له هذا السؤال، خلينا نطبق هان وبعدين نرجع للمثال. هان لما بدي اشتقها في الأول خلينا نفك، هذا عبارة عن ايش؟ حطي ان بصفر، واحد زائد اكس زائد اكس تربيع زائد اكس تكعيب زائد الى اخره زائد اكس تو ذا ان زائد. الان المشتقه الاولى هي صفر زائد واحد زائد اثنين اكس زائد ثلاثه اكس تربيع زائد زائد ان اكس. هو قال لي فايند ا باور سيريز فور اف برايم. انا جبت هذه، ايش الصيغه تاعتها؟ خذها تساوي مجموع، او بالاصح مش هان اشتقي هذا هي ان في اكس اس ان ناقص واحد، وان من صفر لما لا نهايه. طب خذ بالكم هان لما احط من صفر، طبعا لانه انا ملتزم بالصفر، لما احط بصفر صفر في الاكس صفر، يبقى الحد الاول على الفاضي هو قلت واحد، فلو بديت من واحد بكون افضل، لانه ببدا من حدود عمليه بقدر اكتبها صح. وبالتالي ان بتساوي واحد، حطي واحد اكس اس صفر يبقى واحد، هي حط ام باثنين، بدك تحط الصفر حطي، هتقولي صفر زائد مش هتفرق عندي، وبالتالي بنبداها من عند الواحد. الان لما تجيب المشتقه الثانيه بشتق المشتقه الاولى، صفر اثنين زائد سته اكس زائد يفترض هنا اكس اس اربعه، اربعه اكس تكعيب 12 اكس تربيع زائد الى اخره. يبقى هنا ايش هتصير؟ ان ناقص واحد ناقص اثنين زائد الى اخره تساوي على الباور سيريز اللي قدام اشتقيها. يبقى انا بشتق تيرم باي تيرم، هيك القاعده بتقول. في الواقع انا بشتق الاقتران اللي جوا، هيك الباور سيريز فعلا. هذا لو اشتقيت الان هتكون هي قاعده للهان، هتكون عندي ان في ان ناقص واحد في اكس اس ان ناقص اثنين، وان من اثنين لما لا نهايه. لا لو حطيت من صفر صفر كذا صفر، حطي واحد صفر بروح، يبقى ببدا من اثنين وهكذا تمام. هذا يعني كيف انا بشتق. طب لو بدي اكامل برضه تيرم باي تيرم وبكامل اللي جوا نفس الكلام، هذه الاوبريشنز على الباور سيريز تمام. طيب الحين بدي اشوف انا لو بدي اكامل
طبعا عليكم السلام. طبعا الباور سيريز هذول اللي انا عملتهم بكون كونفيرجنت وين على الانترفال اوف كونفيرجنس للباور سيريز الاصلي. هذا وين كونفيرج؟ وين كونفيرج؟ هذا وين متقاربه؟ ها وين هذه يا شطرات باور جيومتريك سيريز اكس على واحد اكس تربيع على اكس اكس تفعيم على اكس تربيع باور سيريز عند الاساس اقل من واحد او الار صح اقل من واحد ال A الحد الأول عندي واحد يبقى هذه يفترض أن كونفيرجز ل A على واحد ناقص R صح؟ إيش ال A عندي؟ واحد على واحد ناقص X يفترض أنها كونفيرجز لواحد على واحد ناقص X كونفيرجز بس أنا بدي الانترفل أنا خليني في الانترفل الانترفل هي اللي قدامي من وين؟ يعني من ناقص واحد أقل من X أقل من واحد يبقى هذه وال F برايم اللي احنا قلنا هي عبارة عن n x n ناقص واحد و n من واحد لما لا نهاية برضو هذه كونفيرجز على الانترفال x أقل من واحد والf double برايم برضو على نفس الانترفال هذه لها عدد لا نهائي من يعني all orders of integration of differentiation يعني كل القوى للاشتقاق وكلها بيكون كونفيرجنس أو كونفيرجنت على الانترفال of convergence اوكي طيب هذا بالنسبة للاشتقاق طيب لو بدي أكامل يعني لو بدي أجيب تكامل f of x dx هذه حكامل هذه حتكون مباشرة مجموع x أس n زائد واحد على n زائد واحد زائد c والc هذا بنعمله من نقدر ندور على قيمة تمام ونحط هنا n مثلا من صفر فعلا هذا حيطلع هذه لو كملت هذول طب نكامل اللي هان وبعدين نكتب القاعدة كامل الواحد واللي بعدها اللي بعدها زائد إلى زائد x to the n plus 1 على n زائد واحد زائد إلى آخره وهذا كله زائد حيطلع في التكامل صح؟ هل لو طبقنا هان تيجي هذه ولا لا؟ حط n بصفر x على واحد x حط n بواحد تربيع اثنين وهكذا فعلا في الواقع انا كملت اللي جوا صح فاعطتني هذا المسلسل طب كيف بقدر احدد قيمه الثابت سي لو بدنا طبعا احنا في التكامل غير المحدود دائما بضل عندنا زائد سي مظبوط عاده لو انا حبيت اجيب قيمه الثابت مثلا في المتسلسله اللي قدامي كل حدودها فيها x ما عدا الحد الأول فلو أنا فرضت X من عندي بصفر في الاقتران أصلا F الصفر بتساوي واحد صح؟ F الصفر بتساوي واحد هذا أنا عندي بنعوض هان بنعوض هان بيطلع هذا كله بصفر صح؟ فيش عندي واحد فيش عندي واحد ماشي الحال ماشي الحال بكون هم معطيني أنا شرط ما بعرفش أنا هذه إيش هذه؟ هذه المتسلسل هذه مجموعة إيش بيطلع x أس n على صورة اقتران إيش بيطلع قلنا على صورة اقتران واحد على واحد ناقص x هذا في الواقع هي عبارة عن واحد على واحد ناقص x صح في الواقع أنا لما كملت إيش طلعت عندي صح لو كملت هذه البسط مشتقة المقام بس بده إشارة سالب بحط سالب فوق وبطلعه برا التكامل بطلع عندي لن واحد ناقص ما بتفرق عندي واحد ناقص اكس ولا اكس ناقص واحد في الابسليوت لا في الابسليوت لا انا كاتب ابسليوت هذه نفسها واحد ناقص اكس اكيد هذا الكلام صح لانه هنا عادي فيش مشكلة ابسليوت الاي بتساوي ابسليوت الناقص اي اكيد لانه هذا عبارة عن ايش سالب واحد في اي والابسليوت بتوزع في الضرب مظبوط مظبوط ولا لا الابسليوت بتوزع في الضرب ما علينا يعني انا هنا كاني اخذت عامل مشترك سالب وطلعته برا بالموجب وخلص فالمهم هذا بتطلع واحد ناقص اكس
فالآن لو بدنا نجيب قيمة الثابت، مش عارف إيش بدنا نحط أي ثابت من عندنا، نحط إكس بواحد، لا واحد لا مصيبة، دايفيرجنت عند الواحد هذه، هذا دايفيرجنت عند الواحد، ما علينا ما علينا. عشان السؤال هيك عفوا يعني لازم يكون محضروا الواحد، فنرجع للمثال في الكتاب بكون جاهز عندنا. كمان مرة عرفنا كيف أنا في الباور سيريز كيف بجمعهن مع بعض تيرم باي تيرم، بكتب المتسلسلتين وبجمع الحدود المتشابهة فيهم. في الضرب الحد الأول بنضرب في المتسلسلة كلها بعطيني متسلسلة، الثاني بنضرب في المتسلسل الثاني بعطيني، وهكذا بالتوزيع صح، وهكذا دائما بنجمع أول ثلاث أربع حدود وخلص وبنطنش بنقول زائد إلى آخره وبنطنش الباقي. في الاشتقاق بشتق تيرم باي تيرم حدا حدا، في التكامل بكامل حدا حدا وخلص. صح يا شاهد؟ صح؟ تكامل حتى تصل إلى السطح الواحد. طيب قبل ما أخذ مثال خمسة، بس في نظرية صغيرة نأخذ مثال خمسة وبعدين برجع للنظرية. مثال خمسة بقول لي إكزامبل، الأسود أحسن يمكن. ليش كابيتال هذه؟ Find series for f prime of x and f double prime of x. خلاص يا بنات، f of x تساوي واحد على واحد ناقص x اللي بتساوي واحد زائد x زائد x تربيع. هذا حلنا الآن، هو نفسه اللي بتساوي مجموع x to the n و n من زيرو ما للنهاية. طبعا interval of convergence قلنا السالب واحد أقل من x أقل من واحد. بدنا باور سيريز للf برايم. إيش قلنا؟ f برايم of x بتساوي، بقدر أشتق هذه، اشتقوا كله، كل اللي ايش ما تلاقوا اشتقوا. واحد على واحد ناقص اكس سالب سالب مشتق الاقتران على مربع الاقتران صح، سالب مشتق الاقتران واحد، يبقى واحد على، ما انتم تطلعوا في الكتاب، انا عارف شايفين في الكتاب صح، شايفينه في الكتاب معلوم بس سين. نعم سالب مشتقة الاقتران صح، صح سالب مشتقة الاقتران على مربع الاقتران. انا عندي الاقتران، الاقتران واحد ناقص اكس، ايش مشتقته؟ سالب واحد، وعندي سالب في القانون بتصير واحد على مربع الاقتران. تمام، نشتق هذه هان هان، بعدها اللي المفروض هنا كانت اكس اكس تك اكس تكعيب، اكس تكعيب الست هذه اللي بعدها اكس تكعيب 3 اكس تربيع زائد الى اخره، هتجيني ان اكس ان ناقص 1 زائد. خلاص يا بنات يبقى هاي باور سيريز للمشتقة الأولى، وعملنا قبل بشوية للمشتقة الثانية. طيب قلنا هذا الكلام عشان هيك أنا خلص نكتفي فيه. في عندي نظرية فطناها وسبناها كويس بتفيدنا في سيكشن 10-8، بتقول نظرية إنه لو كان عندي باور سيريز كونفيرجنت، يعني مثلا لو كانت عندي النظرية بتقول لو كانت x أس n n بتساوي من صفر لما النهاية، هذه converges لوين؟ هذه convergent لواحد على واحد ناقص x على الأبسوليوت x أقل من واحد صح؟ هذه convergent. بقول أنا لو استبدلت ال x، طبعا هذا زي ما قلنا واحد زائد x زائد x تربيع زائد إلى آخره، في الآخر تصفالي واحد على واحد ناقص x، شرط أبسوليوت x أقل من واحد صح؟ شيك؟ طيب
الآن لو استبدلت الـ X بـ continuous function بيكون برضو الـ sequence أو الـ power series اللي قدامي بتكون convergent على absolute function اللي بدي أحطها أقل من واحد على السؤال اللي قدامي. طيب تمام، أنا بدي أستبدل الـ X بـ function، الـ function تكون continuous، هذا function continuous، فالـ الباور سيريز الجديده اللي جاي بتكون عندي متصله على نفس الانترفال، بس استبدل الاكس بايش؟ لان انا هنا فعليا بدي استبدل الاكس باف اوف اكس، يبقى هنا حستبدل اف اوف اكس، وهان اف اوف اكس هتصير عندي بالصوره هذه. تمام، طيب نشوف النظريه ايش بتقول. ذا باور سيريز اللي هي قدامنا هذه كونفيرجز ابسولوتلي وين فور كونفيرجز absolutely on ايش مكتوب عندكم؟ absolute x اقل من صفحة 118 النظرية، صفحة 118 شايفينها؟ انا في خطأ مطبع بدي اعدله اذا مش معدل عندكم. مثال ايوه هو example 4 ها؟ لا انا بدي النظرية. اوكي طب نشوف مثال 4 هذه، ايوه انا بدي احكي على الار هذه، خلص نشوف النظرية وبعدين بنرجع. أنا حاولت يمكن الظاهر حاولت من كتر ما أنا مستعجل بدي أقفز هذه ونخش على 10:08 ما بنلحق إن شاء الله كل حاجة بيمشي. النظرية بتقول إذا كانت الباور سيريز A N X to the N converges absolutely for absolute x أقل من r، إيش ال r؟ اختصار لكلمة radius of convergence. ما علينا، أنا حسب هذه المتسلسلة إيش لو كانت geometric series أو أنا جبتها على ال absolute convergence على ال ratio root test بيطلع عندي انترفل. هذا الانترفل اذا كانت اقل من عدد موجب بتكون هذه فتره التقارب. لو كانت هذه الباور سيريز كونفيرجنت ابسولوتلي على هذه الانترفل وجبنا فانكشن اف اوف اكس كونتينيوس تمام، ذن الباور سيريز اي ان استبدل الاكس ب f of x n هذه برضو converges absolutely for absolute f of x أقل من r. بدي أستبدل ال x ب f of x، هذه ال f of x شرطها أنها تكون متصلة. طيب هاي هيك النظرية بتقول لي لو كان عندي power series بهذا الشكل converges absolutely على هذا الانترفال واستبدلها استبدلتها بcontinuous function، فإن الباور سيريز الجديد الناتج عندي برضو بيكون converges على الانترفال هذا. استبدلت x بf x بستبدلها. المثال اللي بعدها اللي هو مثال 4 بتكلم على هذه النقطة، وأنا راجع للمثال عشان نعدل الخطأ اللي فيه. example 4 بقول عندنا الباور سيريز x to the n n من 0 لما لا نهاية، هذه converges absolutely وين for absolute x أقل من واحد، صح؟ نعدلها واحد، أنا عشان هيك راجع نعدلها لواحد بدل ال r. في البعض معدل والبعض لا، أنا عندي في طبعة مش معدل، وبكون عندي هذه اللي هي ال x to the n قلنا هي عبارة عن واحد زائد x زائد x تربيع زائد زائد x n زائد الاخره، هي عبارة حتقول الى واحد على واحد ناقص x، صح؟ هذه n تساوي من صفر الى ما لا نهاية. بقول الان انا لو استبدلت ال x ب 4 x تربيع، لو استبدلت ال x 4 x تربيع، ايش ال 4 x تربيع؟ نكتب هان. الآن لما تكون عندي الـ f of x عبارة عن
4 اكس تربيع. تمام؟ هذه بولينوميال ولا مش بولينوميال؟ كثير حدود من درجة الثانية، صح؟ متصلة ولا مش متصلة؟ وين متصلة؟ على R، فهذه متصلة، هي متصلة على كل R، فأنا بدي أستبدل الإكس اللي هان بفانكشن متصلة على R، فبدي يصير عندي كالتالي، بصير مجموع N بتساوي من زيرو لما لا نهاية لأربعة إكس تربيع أس N، بدها تساوي واحد زائد أربعة إكس تربيع زائد أربعة إكس تربيع تربيع زائد، لما أصل تساوي واحد على واحد ناقص أربعة إكس تربيع كمان، استبدال كامل مكانها. هذه الآن هذه كانت كونفيرجز أبسوليوتلي على أبسوليوت إكس أقل من واحد، لكن هذه تكون كونفيرجز وين؟ أبسوليوت أربعة إكس تربيع أقل من واحد. تمام؟ هاي اللي بنقول الآن لو جبت أبسوليوت أربعة إكس تربيع أقل من واحد، الأربعة تطلع برا الأبسوليوت، صح؟ بصير أبسوليوت إكس تربيع أقل من نص، يعني إكس تربيع بلزمهاش أبسوليوت أقل من نص، صح؟ ربع أنا استعجلت على الجذر، مستعجل بدي أخذ جذر ربع، صح؟ ما ضركنش سكتة. إكس تربيع أقل من ربع، ما هي قيم إكس اللي لو ربعتها تطلع أقل من ربع؟ من 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 سالب نص لنص، كأنها هذه بتكون وقت إيش؟ سالب نص أقل من إكس أقل من نص، يبقى هذه كونفيرجز لهذا الكلام على هذه الانتهى، بس هذا اللي بتقوله النظرية. طيب حكينا احنا برضو على التكامل تيرم باي تيرم ولا لا، كيف الأكامل باور سيريز، صح؟ كيف؟ أوجد أثبت بين حتى الآن، يعني مثلا شو مثال خمسة إيش قالنا؟ find series for f prime and f double prime. في مثال ستة بقول لي a series find a series for tan inverse x مثلا، وهذا حطيته أنا في سؤال في امتحان سؤال زي هذا، أوجد باور سيريز للتان إنفرس إكس. طيب نشوف إحنا النظرية تبعت اللي قبل مثال ستة اللي هي حكيناها إحنا، كيف أنا بقى كامل تيرم باي تيرم، ما فيش داعي للتوضيح، يعني أنا بقول لي لو كانت عندي، شوف النظرية اللي قبل مثال ستة، النظرية بتقول لو كانت أف أوف إكس هي عبارة عن الباور سيريز أو هي تمثل بالباور سيريز، طبعا احنا الان مر علينا اكثر من اقتران يمثل باور سيريز ولا لا، اقترانات تمثل باور سيريز، شفنا منها الواحد على واحد ناقص اكس هذا اقتران، صح؟ ايش الباور سيريز اللي كانت اللي هي اكس اس ام، صح ولا لا؟ اوكي. طب لو قال لي واحد على اكس ايش الباور سيريز تاعتها؟ احنا اخذنا قبل هيك واحد على واحد ناقص اكس، ايش اخذنا كمان اقتران؟ ما اخذناش. طب بلاش، طب لو قلنا واحد زائد بلاش ناقص بعدين هذه نشوفها، لو قال لي واحد هذه قبل، ها هذه عباره عن واحد على واحد ناقص ناقص اكس، صح؟ يبقى انا عندي واحد على واحد ناقص اكس بتساوي باور واحد على من وين واحد؟ من وين واحد؟ اكس اس ان، صح؟ الان خلينا نطبق على النظريه اللي قلناها الان، لما قلت اخذت اف اوف اكس تساوي 4 اكس تربيع قلب شويه، صح؟ ايش قلنا شرطها؟ انها متصله، متصله، صح؟ انا الان بدي استبدل الاكس بسالب اكس، وين المشكله؟ ولا حاجه، لما اقول لك اف اوف اكس تساوي سالب اكس بولينوميال ولا لا؟ ومتصل على كل ار، يبقى بقدر استبدل الاكس اللي هان بسالب اكس، يبقى بقدر استبدل الاكس اللي هان بسالب اكس، يبقى واحد على واحد زائد اكس هي واحد على واحد ناقص ناقص هذا وتساوي ابسوليوت سالب اكس تو ذا ان، ممكن ولا لا؟ هاي استخدام للنظريه، صح؟ وان من صفر لما لا نهايه، اللي هذا انا بقدر افصلها عباره عن ايش؟
ناقص واحد أس أن في إكس أس أن. مظبوط ولا لا؟ مش ممكن هيك أفكها؟ وأن بتكون من صفر لما لا نهاية. طيب أوكي، هذا الباور سيريز بقول لك هات بقى فايند باور سيريز. طب لو قال لي واحد على إكس، نرجع لسؤالنا. ها يلا شو لو قال لي واحد على إكس نعم. طب حطينا الواحد مع الواحد حتكون ناقص اكس زائد واحد. زائد واحد. ها؟ واحد. ايش؟ هي حتكون لو قلنا الواحد على اكس مش بتذاكرني في الاي على واحد ناقص ار؟ هذه. طب هذه مش بقدر اقول واحد على واحد ناقص واحد زائد اكس. ما قلتوش هيك. قالن قلت ان واحد من حكينا واحد زائد بس زين بالراحه عشان تقيموا علي الحجه. الواحد زائد عباره عن ايش؟ تقول لي هي الاساس تبع الجيومتريك سيريز مثلا. عبروا صح عشان تصنع الفكره، ماليش دخل. فهذا عباره عن واحد على واحد ناقص، افتح قوس، واحد ناقص اكس. صح صح. هاي الاي وهي الار، هذه الباور سيريز تبعتها ايش بدها تكون؟ واحد اجمع لها واحد ناقص اكس، اجمع لها واحد ناقص اكس الكل تربيع زائد الى اخره، بدليل ان قسمي هذا على هذا واحد ناقص اكس، هذا على هذا واحد ناقص اكس، هذا على هذا، هذا على، يبقى هي الاساس وهي الحد الاول، يبقى فعلا هذه كونفيرج لهذا صح؟ وهكذا هذا بضلها ماشي لوين؟ لواحد ناقص اكس تو دي ان زائد الى اخره. طب لو بدي احطها على صوره باور سيريز هتكون واحد ناقص اكس اس ان، وان من وين؟ عشان يطلع الواحد صفر لما لا نهايه. يبقى هذه الواحد على اكس هاي باور سيريز لها صح؟ ممكن ممكن حنشوف باور سيريز للاي اس اكس، للساين اكس، للكوزاين اكس، كل حاجات من هذا النوع. هذا كلام بدي امسح لها. ايوه بالراحه شفوي هيك بنفعش. وكلفه كلفتهم تقول احنا قلنا ماليش دخل. مصدق 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 انا مصدق بس ما وصلتوليش الفكره. طيب انت جبته من الاخر، جبته الاساس، جبته الاساس الواطي. اوكي طيب تحت النظريه ماشي. مثال 6 بيقول لي بدنا سيريز 4 تان انفرس، بده باور سيريز 4 تان انفرس اكس، حيث اكس طيب هذه حاط لي اياها بين قوسين صح؟ بقول لي احنا اللي حنحصل عليه هي باور سيريز لمين؟ للتان انفرس. ايش السؤال بقول؟ بقول لي ايدنتيفاي ذا فانكشن، ايدنتيفاي ذا فانكشن، حدد او عرف الاقتران اف اوف اكس اللي بيساوي سالب واحد ان اكس 2 ان زائد واحد على 2 ان زائد واحد ان من صفر لما لا نهايه، بتساوي لنا اكس ناقص اكس تكعيب على 3 زائد اكس اس 5 على 5 ناقص ابصر ايش الى اخره صح؟ حيث اكس من كذا لكذا. هو معطيني الشرط هيك ناقص واحد اقل او تساوي اكس، اقل او تساوي واحد. طيب بقول لي هات اقتران، بقول له طيب الان انا لو اشتقيت الاقتران اللي قدامي هذا مش واضح الي، يعني فيش في معالم واضحه، بمعنى لو قسمت هذا على هذا مش زي ما قسم هذا على هذا، في ثلاثه وفي خمسه بيختلفن القسمه وهذه واحد. فانا لو اشتقيت الاقتران اللي قدامي او المتسلسله اللي قدامي قد تتضح المعالم لو اشتقيتها، مشتقها تيرم باي تيرم صح؟ لو قلنا اف برايم اوف اكس حتساوي، ممكن اشتقها انا كمان صح؟ خلينا نشتق هذا وبعدين نشتق هذا، واحد ناقص اكس تربيع زائد اكس اس 4، لان 5 اكس اس 4 على 5 ناقص اكس اس 6،
طبعا هذا اكس اس 0 اس 2 اس 4 6 8 زائد الى اخره. ايش حيكون عندي هان؟ صح 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 قول. عشان زائد ناقص زائد ناقص يكون عندي زائد ناقص واحد تدي ان صح في 2 ان زائد واحد في اكس اس 2 ان على 2 ان زائد واحد مش هيك؟ زائد الى اخره مش هيك؟ هذا ثابت بنزل وهذا ثابت بنزل. هان الاس نقص منه واحد نزلنا ونقصنا منه واحد فبتروح هذه مع هذا بيطلع عندي هذا هو الحد فعلا. احنا اتفقنا ان لما بدي اشتق الاقتران بشتاق حدود متسلسلة وبشتاق جوا السيجما نوتيشن مظبوط صح. نركز هنا من غير ما تخلوا داير وجهي لما طلع فيكم هزوا روسكم بكون معناه انت مش متبع هيك معناه هيك بفهم انا مش بدك توصلي للعكس لا انا بصلي الدايركت مينينج. الان اف برايم بتساوي كذا هذا عباره عن ايش اللي هي بتساوي عندنا ايش سالب واحد اس ان في اكس اس 2 ان وان من صفر لما لا نهايه صح بنفع من صفر بنفع عشان يطلع الواحد تمام. طيب هاي اف برايم. طيب في الواقع هذه متسلسله هندسيه لو قسمت هذا على هذا سالب وهذا على هذا وهذا على هذا سالب اكس تربيع يبقى الحد الاول واحد صح. هذه كونفيرج وين وين كونفيرج هذه ماشي هذه بنقول له هذه جيومتريك سيريز وذ الاي بتساوي واحد اللي هي الحد الاول والاساس سالب اكس تربيع. هذه كونفيرج وين لما يكون ابسوليوت سالب اكس تربيع اقل من واحد صح. والسالب طبعا تفرقش عندي بنشيلها ابسوليوت اكس تربيع الاكس تربيع بدون الابسوليوت برضه بيمشي الحال اقل من واحد. يعني ايش الاعداد اللي مربعنا اقل من واحد صح بالصوره هذه. يبقى هذه كونفيرج على نفس الشرط اللي معطيني اياه. طب هذه كونفيرج لايش؟ بنقول كونفيرج ابسوليوتلي طبعا كونفيرج ابسوليوتلي تو اي على واحد ناقص ار اللي هو بيساوي لي واحد على واحد زائد اكس تربيع. يا سلام الاف برايم بتساوي واحد على واحد زائد اكس تربيع. ايش تكامل هاد؟ تان انفرس. تكامل هذا تان انفرس. يبقى تكامل هذه اف تكامل هذه اف تكامل هذا يبقى هذه هي التان انفرس. يبقى هذه تان انفرس. عشان هيك السؤال قال لي حدد هذه المتسلسل بتمثل مين حدد لي اياها. فاحنا جبناها باللفه هذه. احيانا نكون المتسلسل مش فاهمها ممكن اكملها او اشتقها عشان اتحدد المعالم تبعها. ها حسب يعني كلك نظر يعني اذا نقول كلك نظر بالخبره بالخبره محل اسئله الواحد مش لا الاحساس والطيبه هذا ما بيزبطش هنا ما بيزبطش ما. طيب يبقى هذه بعد هيك كونفيرج تو يبقى اف برايم اوف اكس بتساوي لنا 1 على 1 زائد اكس تربيع. هذا امبلايز انه اف اوف اكس ده تسوي لنا اللي هي تان انفرس اكس زائد زي صح. طب لما نجيب قيمه الثابت هاي هنا مثال هذا ممكن نقدر عليه الاف اوف اكس هيها. طب من هذه القاعده بدي اجيب قيمه السي. لو حطيت اف الصفر ايش بتساوي؟ كلهن فيهن اكس بصفر. يبقى انت اقول له هنا وبما ان اف الصفر بتساوي صفر اذا عوضي هنا اذا اف الصفر اف الصفر بتساوي صفر تساوي تان انفرس الصفر زائد سي ومنها سي ايش بتساوي؟ صفر. لانه اصلا تان انفرس ايش الزاويه اللي الظل تبعها صفر؟ الصفر او 180 او 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 لكن ما عنديش اوقات كثير هنا. ليش؟ لما بتعامل مع التان انفرس لما تعامل مع التان انفرس اكس ايش احنا عندنا الاكس ما بين الباي على 2 وسالب باي على 2 تتذكر الشروط هذه ولا لا؟ نفس شرط الساين انفرس
بس الساين انفرس مغلقة صح وهذه مفتوحة. يبقى أنا هان في هذه الفترة مين اللي بيساوي صفر؟ الصفر فقط، فيش عندي بايعة اثنين. الربع الأول أو الرابع هيو، في الربع الأول والرابع الوحيد اللي هان هيها صح؟ عندي الصفر، وبالتالي هنا معناها سي بتساوي صفر، إذن الـ Fx بتساوي tan انفرس بدون السي بتصير. تمام؟ هذا باور سيريز لمين؟ للتان انفرس أو العكس. هو قال لي سؤال identify the power series the given power series. الايدنتيفيكيشن تبعنا التحديد، هذه تمثل ايش؟ التان انفرس. يعني بقدر أجي في الآخر أقول إذن التان انفرس x تمثلها هذه المتسلسلة، زي الواحد على x إيش مثلها، والواحد على واحد ناقص x إيش مثلها، هذه كمان تم تمثيلها. أوكي طيب، في عنا آخر مثال، يا لطيف، آخر مثال هو مثال 7 سيريز 4 لن 1 زائد x. ليش ما حطنيش أبسليوت؟ لأنه قال x أصلاً ما بين السالب 1 و 1. لو أخذنا ماكسيمم x بسالب 1 بصير إيش؟ لما يقول لي لن 1 زائد x والx من ناقص 1 اقل من x اقل او تساوي 1، ليش ما حطش يساوي هان؟ عشان ما يصيرش صفر، لانه اللين معرف بعد الصفر صح. الرسمه تبعته الصفر خط تقارب راسي مزبوط، ممنوع اكبر من صفر، فهذا استبعد الواحد. ولو حط 1 تصير 2 فيش مشكله، فيش مشكله. وهذول بكون طبعا عاده اللي هي فتره التقارب او كونفيرجنس انترفال اوف كونفيرجنس او كونفيرجنس انترفال. طيب بقول لي هات باور سيريز لهذه، هات باور سيريز لها. طيب مش هكتب انا بالتي زي ما هو مكتوب. لما اقول انا لن الواحد زائد اكس، هذه تكامل ايش؟ هذا عبارة عن تكامل واحد على واحد زائد x دي x طبعا صح؟ قول يعني انا الان لو جبت واحد على واحد زائد x على صورة متسلسلة وكملتها بيطلع عندي باور سيريز للن زي ما بده السؤال صح؟ منفع هيك واحد على واحد زائد x في الواقع هي واحد على واحد ناقص سالب x صح؟ هذا مجموع متسلسلة هندسية، او بقدر اقول هو مجموع المتسلسلة الهندسية اللي هي حدها الأول واحد وأساسها x سالب x زائد x تربيع ناقص x تكعيب زائد إلى آخره، إلى زائد إيش؟ سالب x to the n زائد إلى آخره، اللي بده يسوي لنا إيش؟ سيجما سالب x to the n n from 0 to infinity صح؟ يبقى هذه صح؟ وإيش الانترفال أوف كونفيرجنس؟ بنقدر نقول إحنا أبسوليوت إكس أقل من واحد. لا هي سالب إكس بس أنا أيوة كويس أنا لسه بدي أسأل فيها، لأن المفروض الأساس إحنا بنأخده أقل من واحد، هي شرط الكونفيرجنس، والسالب بتروح بتضل عندي هذا الكلام. طيب الآن لو كملنا الأطراف هذه اللي عندي، لو كملت هذه يصير عندي لن اللن صح؟ إذن لن واحد زائد إكس بيسوي لنا تكامل الواحد على واحد زائد إكس دي إكس، اللي بيسوي لنا تكامل هذه إكس هاد إكس تربيع اثنين زائد إكس تكعيب على ثلاثة ناقص إكس أس أربعة على أربعة زائد إلى زائد هذه عبارة عن سالب واحد أس أن في إكس أس أن صح ولا لا؟ عشان الثابت ينزل وبعدين أكامل، أما أكامل ناقص إكس ما كملناش ناقص صح؟ فهذا عبارة عن ناقص واحد أس أن في إكس أس أن زائد واحد على زائد واحد زائد إلى آخره، وبالتالي هذا هتكون عبارة عن المتسلسلة التالية. هذه المتسلسلة برضو أنا برجع بعدل على حل فيش مشكلة، هذا عبارة عن ناقص واحد أس أن في إكس أس أن وأن من صفر إلى ما لا نهاية. فإيش بيصير التكامل تبعها؟ ناقص واحد أس أن
في اكس اس ان زائد واحد على زائد واحد. وان بقدر اقول من وين؟ من صفر لما لا نهايه. نتاكد صفر هذا بيطلع موجب اكس على واحد لي اكس. مظبوط تمام. يبقى اللين اكس هاي باور سيريز الها. تمام. جواب غير عن جواب اللي عندنا تحت صح؟ يا ناس انا قاصد يعني ولا هي طلعت هيك بالغلط؟ الجواب هنا مش نفس الجواب النهائي عندنا صح؟ طلع عندك في نهايه المثال طيب وين الغلط؟ وين المشكله؟ اللي هو مش معك تعدلي وين تعدلي؟ ما حدش يعدل. الجوابين زي بعض، جوابين صح. انا لانه انا قاعد بدور على نقطه انا شرحتها قبل هيك. انا ها طب ايش بقدر اعمل؟ ايوه انا عشان هيك انا بسال. انا طلعت لك جواب مختلف لكن انا ان صفر هناك ان بواحد. احنا قلنا في حاجه اسمها الري اندكسنج، اعاده ترقيم الحدود تبعت السيجما. قلنا هان ممكن اضيف بطرح هان، اذا طرحت هان بضيف هان، ضفت هان بطرح هان. قلنا يعني ممكن ابدا هذه من اثنين، اذا ضفت حطيت عشان تصل هذه اثنين بجمع اثنين بطرح اثنين عشان اخليها واحد زي ما هي في الكتاب. بقدر اقول هذه تساوي، انا بدي اخليها واحد يعني بدي اضيف واحد، يبقى حنقص واحد هان وهان صح؟ الحين بشوف هذه إذن نعمل فيها. ناقص واحد أس أن، هان بضيف واحد ناقص واحد صح؟ بمشي الحال في إكس أس أن على أن. القلم هان زي الزفت. أنا بشمالي أنا الصحيح مش يمين عشان هيك ما زبطتش. أوكي هذه ايش؟ ان بناخذها من واحد الى ما لا نهايه. نفس الجواب تمام نطلع زي ما يبقى هيك انا قدرت اجيب باور سيريز لين واحد زائد اكس. يبقى احنا شغلتنا اليوم ان نعبر عن بعض الاقترانات المعروفات عندنا في صوره باور سيريز. كيف؟ كله مركب على الجيومتريك سيريز، على المتسلسله الهندسيه، وكيف بجمعها اذا كان على الانترفال اوف كونفيرجنس الاي على واحد ناقص ار. هذا نهايه سيكشن 8 10 7 10 7 مين مش قوي مش قوي مش قوي. خلينا على قد الامثله وخلص. كويس كويس. لا مش كله، في اللي فات في شابتر 10 من الاولانيات لعند 10 6 قلنا على الأمثلة حتى اللي شرحت لكم إياها في 10-6، فمن 10-1 ل 10-6 عقد الأمثلة، 10-7 10-8 يقولنا إحنا لأنه من 10-1 ل 10-6 مش كل الأمثلة شرحتها، شرحت اللي ينفذ لي الفكرة بس المباشرة وبنكتف فيه. صورت لكم الورقة أنا وبعته على المجموعة، فتكتفوا بدراسة الأمثلة اللي موجودة عندكم على المجموعة والورق مع الطلاب، ولا كانت قوية تصوروا ورقي أفضل. في 10-8 و10-7 كل الأمثلة اللي مكتوبة فيهن مطلوبات الأمثلة، بدنا نبعد عن التمارين. ماشي الحال؟ كويس هيك؟ تمام. نروح على 10-8 10-7 زي 8-7 في كل حاجة له علاقة بسبعة بنكرمكم فيه. لمين هاد؟ شلكم؟ ما علينا. نروح ل 10-8 اللي هو تايلور اند ماكلورين سيريز. في الواقع هذول باور سبيشال باور سيريز خاصات، واللي عملهم تايلور الاصح، تايلور اللي هو عمل الباور سيريز تبعته، اجى ماكلورين اخذ حاله خاصه منها. لو طلعنا فيها الباور سيريز، الباور سيريز تبعت تايلور مكتوب بدلاله الاكس والاي، مكتوب بدلاله
الاكس والاي. اجا ماكلورين اخذها عند الاي بتساوي صفر، وبدل اي حاط صفر وخلص حال خاص. متسلسلات ماكلورين ابسط واسهل في التعامل، واحنا حنتعامل مع ماكلورين اكثر من تايلور، ونطنش تايلور بكون افضل ان شاء الله. اسم بظل هذا ماكلورين، فيش كي سي بس ماك سي ال يو ماكلورين يا شيخ. ها وانا طلع يو ار اي ان وخلاص صح، بديش اكتبها خلاص. ماكلورين اسم بضله اسم، الاسم حر، في مش الكل بيكتب الاسماء زي بعض، مش مشكله بالضبط حسب اللغط، مش شرط. بيقول لك المفروض هيك في اصح، لكن عادي ما علم. تايلور اند ماكلورين سيريز، هذول سبيشال باور سيريز، يعني باور سيريز خاصه. متسلسله ماكلورين اسف تايلور هي اف to the k of a على k factorial في x ناقص a to the k، و k بتساوي لنا من صفر الى ما لا نهايه. هذه قاعده ماكلورين. تايلور الاصل تايلور. ماكلورين اجى بس حسب حط بدل الاي صفر حاله خاصه فقط. وفي ناس كثير بتاخذ يعني بيعملوا بيبرز او ابحاث معتمده بتحسب له بخصص نظريه او بعمم نظريه. يعني انا عامل نظريه لا لما تكون الان 1 2 3 4 هو بوصلها ل 7 مثلا، وبقول انا بقدر ابينها في، بس بطور النظريه مش اكثر. اما صاحب الفكره الاساسيه هو صاحب الفكره الاساسي. اما هذا اجى اخذها عند الاي بصفر بس استبدلها، ما علينا. هذه الان لو جينا فكناها، طبعا هذه تعني درجه الاشتقاق. احنا كنا نقول لو كانت عندي واي مثلا بتساوي اكس اس 5، كنا نقول واي شرطة 5 اكس اس 4، واي شرطتين 20 اكس تكعيب، سهل الحين. واي ثلاث شرطات 60 اكس، واي أربعة بنعملها زي هيك أربعة صغيرة، بنحطش أربعة شرطات وضلنا للصبح نشرط، مزبوط بتساوي لنا 60، وواي 5 بتساوي واي 6 بتساوي كله بيساوي ايش؟ صفر، صح؟ إلى ما لا نهاية طبعا من المرة قبل الاستقرار. فهذه النوتيشن نسميها يعني لا الاشتقاق، فهنا درجة الاشتقاق. حطي كي بصفر فالاقتران الأصلي يعني بدون اشتقاق، هاي معناها بتكون صفر. يبقى أنا تكون عندي F الـ A بدون اشتقاق، هذه الكي فاكتوريال. حطي كي بصفر، مضروب الصفر واحد، مضروب الصفر واحد، ومضروب الواحد برضو واحد واحد. هذه تعريف او قواعد يمكن اثباتها، مش مجال. مضروب الصفر واحد ومضروب الواحد واحد، تمام. المضروب احنا زي ما احنا عارفين هو بتبدي بالعدد بتبدي تنقصي واحد، نضلنا لوين؟ ثلاثة الى ثلاثة في اثنين في واحد. هذا تعريف خاص، مضروب الصفر هو واحد، كويس. ولو بدكم اجيب لكم اثباتا كنت اشرح زمان، كان قبل زمان ايام المنهج المصري يعني في اواخر التسعينات تقريبا، كنا نشرح لطلاب توجيه. فهذا كلام يعني في له براهين، له اثباتات. فمضروب الصفر بواحد، مضروب الواحد واحد. فمضروب العدد زي ما اقول لكم، مضروب السته هي عبارة عن 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1، ظني أضرب لما أصل ل 3 في 2 في 1. في الواقع هذا عبارة عن 6 في مضروب الخمسة، صح؟ وهو عبارة عن 6 في 5 في مضروب الأربعة، وهكذا، تمام؟
قاعدة 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 كويس. المرة الجاية إن شاء الله بجيب لكم إثبات. بدكم إياه ولا خليهم ورك نشاط وتدوروا لي أنتوا أنتوا تدوروا عليه. ما علينا قاعد بتذكر في القانون أنا في إثبات. ما علينا هنا حطي كيف صفر بيطلع عندي، حطي كيف واحد تطلع عندي المشتقة الأولى. المشتقة الأولى لإيه؟ على مضروب الواحد واحد في إكس ناقص إيه. الأس هان نفس درجة الاشتقاق زائد المشتقة الثانية هتكون هنا إكس ناقص إيه تربيع على 2 فاكتوريا مضروب 2 فاكتوريا بنقول. لأنه كلمة فاكتور لحالها تعني عامل. أيوة فاكتور للعوامل مزبوط أو المتحلل للعوامل بصير زائد F تريبل A على X ناقص A تكعيب زائد إلى آخره. زائد حعيد نفس الحد وحطه وزائد إلى آخره. هذه نظرية تايلور وهي متولدة بالاقتران F of X ومحسوبة عند X بتساوي A. A بسموها قلناها قبل هيك هي في الباور سيريز، أول ما قلنا هي السنتر أوف باور سيريز قلنا هي المركز. ما علينا هذه الباور سيريز متولدة بالاقتران F of X عند قيمة X بتساوي A بشرط أن تكون الاقتران F of X قابل للاشتقاق عدد لا نهائي من المرات خلال فترة التقارب تبعه. أجا ماكلورين حط بدل الايه بصفر، حط بدل الايه بصفر وأخذها كالتالي. صارت عنده المتسلسلة ماكلورين F الصفر تذكي على K فاكتوريا بدل ال إيش قلنا إحنا الايه بصفر راحت يبقى صارت X في X تذكي تساوي أوكي من صفر إلى ما لا نهاية صارت F الصفر. F الصفر غير عن F الـ A. F الصفر أي اقتران عندي بعوض عن X بصفر بكون سهل التعويض، لكن F الـ A بحط A مرة بواحد مرة باثنين بنص بربع حسب الاقتران. F الصفر زائد F برايم الصفر في X بس في X بس مظبوط ناقص صفر X زائد F ضبل على 2 فاكتوريال X تربيع زائد F تريبل صفر على 3 فاكتوريال في X تكعيب زائد إلى آخره. بس بنحط عشان تأخذ صيغة عامة. وهذه بقدر أحطها على 1 فاكتوريال كمان صح؟ وهذه على 0 فاكتوريال. هذه متسلسلة بتمثل اقترانات زي ما شفنا احنا في السكشن اللي فات. في عندي كل اقتران فيه له متسلسله كويس. في عندنا في المعادلات التفاضليه بيقول لي اوجد الحل في صوره متسلسله للمعادلات التفاضليه التاليه. مثلا اعطيك مثال بسيط. لما يجي بيقول لي مثلا لو عندي معادله واي شرطه ناقص واي تساوي صفر، يعني اعطيني اقتران يحقق هذه المعادله واي شرطة ناقص واي تساوي صفر. بقول أنا مثلاً إيش أكمل؟ هذول تنتين واي. فيش هذه دي واي عادي إكس. طب هذه واي. أكمل مين؟ فهذه في الواقع أنا لو جيت قلت خد واي هي إي أس إكس. صح؟ إي أس إكس هي نفسها. ما أنا حطيتها هيك مثال سهل يعني مش محضر حاجة. عشان أعطيك مثال بسيط. هذا الاقتران يحقق المعادلة ولا لا؟ هذا حل. طب بقول لي اعطيني حل في صوره متسلسله. بقول له الاي اس اكس الها متسلسله. هناخدها الان على ماكلورين الها متسلسله. بقول لي اوجد حل لهذه المعادله في صوره متسلسله اكس اس ان على ان فاكتوريال وان من صفر لما لا نهايه. اذا حل هذه المعادله هي في حلول في صور متسلسلات. تمام. في المعادله التفاضليه حيكون عندي جاهز حلول باستخدام المتسلسله. انا في الحقيقه يعني درست المعادلة التفاضلية وعملت الكتاب
ولا مرة درست المتسلسلات في المعادلة التفاضلية في الحلول، لأنه زي ما أنتم شايفين الوقت دائماً بدهمنا، تعليقات امتحانات غيره بروح بضلش وقت، فبعطي الحاجات المهمة أكثر اللي بتساعد أكثر، فبطنش المتسلسلات وبروح على آخر شابتر لأنه أبسط، زي ما احنا هندخل الآن على شابتر 14 فلما بدهمنا الوقت. فأنا يعني ما شرحتوش، ولو درستكم إياها احتمال يكون كل هذا وإن شاء الله بكون الوقت طبيعي وبيمشي طبيعي ونأخذ المواضيع هذه. أما هذه حلول في صورة متسلسلات للمعادلات التفاضلية. إيش معادلات تفاضلية؟ معادلات فيها اشتقاق وبدك تستخدمي طرق للوصول للاقتران الأصلي اللي بحقق هذا المعادلة. طبعاً هتلاقوا هذه من أتفه الأسئلة اللي ممكن هنصل للحل إنها E+X. بسيطة القصة، فيها قاعدة بسيطة، قاعدة بسيطة. المهم عرفت هاجس أغدير فهمتي؟ إحنا بندرس هذه عشان تساعدنا كل دراستنا كالكروس 2 عشان تخدم لكم اللي هي المعادلات التفاضلية بالدرجة الأولى. طبعاً لأن هذه متطلب لمادة المعادلة التفاضلية اللي هي مفيدة لكم في تخصص الهندسة. وقعدنا أكثر من مرة مع المهندسين اللي بعطوكوا المحاضرات وقالوا المعادلة التفاضلية مهمة جداً عندنا، مهمة جداً. وفي لو طلعنا على كتب جامعة القدس المفتوحة ما بعطوش الجانب النظري بس، أنا أخذت منهم في الكتاب الجانب النظري التطبيق المباشر حل المعادلات وخلص، أما بحطوا تطبيقات هندسية، تطبيقات في التكنولوجيا، في الطب، في الهندسة، في الإحصاء، بدخلوا عليها بتاخذوا أسئلة تمارين منتمية لمجالات عملية. أنا مش معني بالكلام هذا، لكن الدكتور اللي بدرسك هندسة هو معني في الحلول، صح؟ هو اللي يعطيك التطبيق، أنا بعطيك الجانب النظري، فلما يجي يعطيك التطبيق بتكون تتذكر والله هذا بنحل بكذا وكذا، بتكون انت عارف. احنا بنخدم على او بنقول متطلب، متطلب بسيطه جدا. لازمكم ضروريه لكم هالحين جدول الضرب لازمك ولا مش لازمك؟ قول عمر. يعني لو قلت لابن رابع او خامس خد بالك جدول الضرب مهم جدا لاخر حياتك، معناها انه صعب؟ لا صح. اوكي اوكي طيب نشوف بس مثال، مش ضايل وقت، احنا بنقول انه خلص الوقت، بدنا ناخذ مثال على تايلور، على تايلور كيف بنطبق، وبعدين بننطلق انا الصحيح يعني دوبني خلصت مع الطلاب اللي هو المثال هذا، وبكره ان شاء الله بدنا نكمل سيكشن 10 8 ما وندخل في شابتر 14 بكره، يعني كلمتين اللي ضايلات كلهم بسيطه. برضو تعديل هان، برضو الحين انا انتبهت له في تحت بعد ما عرف لي ذا ماكلورين سيريز جنريتد باي اف از كذا، شايفينها اللي هي الشرط رقم 2 كاتب لي تحت ايش كاتب؟ ويتش از ذا تايلور سيريز جنريتد باي اف ات، هي المفروض ات اي تساوي 0، المفروض انها ات اي تساوي 0. معدله عندك؟ معدله هي المفروض عند اي بتساوي 0. اوكي. والصحيح انا اطلعت في الكتاب، يعني حاولت في النقطه اللي تحتها في المثال، بقول لي في المثال في السطر الاول اف اوف اكس تساوي 1 اكس ات اكس بتساوي ايه، لقيتها ات اي بتساوي 2، ايه بتساوي 2. فطلعت في رجعت للكتاب كم مره، ما بتحير الواحد يكتب اكس بتساوي ولا عند ايه بتساوي، طلعوا فوق معلش يعني تحملوني هان، قبل ما هو كتب لي تايلور سيريز كتب لي تايلور سيريز جنريتد باي اف ات اكس بتساوي ايه، يبقى الايه هي اكس تساوي ايه او ايه بتساوي كذا، كل واحد كل واحد. واحنا مش هندخلكم في المتاهه هذه ان شاء الله، هنخش لكم على ماكلورين وخلص، بس نشوف تايلور كيف بتعامل. بقول لي find the Taylor series generated by، بده التايلور سيريز جنريتد باي اف اوف اكس تساوي 1 على اكس عند اي بتساوي 2 خلينا نقول، تمام؟ وير اف اني وير داز ذا سيريز كونفيرج تو 1 على اكس؟ بدنا نجيب باور سيريز احنا اللي هي التايلور سيريز، باور سيريز لا المولده ب 1 على اكس. قبل ما ابدا في الحل بدنا تنتبهوا ايش اللي بدنا نعمله، احنا بدنا نحضر حاجات قبل. لا ايش احنا عندنا
التايلور سيريز بتقول اف تو ذا كي على كي فاكتوريال في اف في اكس اكس ناقص اي تو ذا كي، صح؟ اللي هي بتسوي لنا اف الاي، هنا اي صح، اف الاي زائد اف شرطه الاي في اكس ناقص اي، تمام، زائد اف شرطتين الاي على 2 فاكتوريال في اكس ناقص اي تربيع، زائد اللي احنا بنعمله في التمهيد، كل اللي بنعمله بنجيب الافات فقط، هدول بنحسبهن عند الرقم اللي بده اياه، والباقيات جاهزات من صيغه تايلور. فانا الان لما يقول لي اوجد تايلور سيريز فور جنريتد باي ذا فانكشن اف ات اي بتساوي 2، فانا بدي اروح اجيب اف 2 قديش، اف شرطه 2، اف شرطتين 2، وهكذا. بعدين باجي بعوض في الصيغه هذه كامله عشان تطلع عندي بالصوره اللي بده اياها، تمام؟ تمام؟ يعني هذا تحضير قبل ما نبدا احنا في الحل. بقول لي فاين ذا تايلور سيريز جنريتد باي اف اكس تساوي 1 على اكس ات اكس تساوي 2 او ات اي بتساوي 2. السوليوشن قال الاف اوف اكس بتساوي 1 على اكس. طيب ايش كمان؟ اف شرطه الاكس سالب 1 يعني سالب اكس تربيع، صح؟ طيب اف دبل برايم اكس هي سالب 2 اكس اس سالب 2 اكس اس 1. بعدين استنى استنى سالب 2 هذا من وين اجت؟ بقول الان اضرب السالب في السالب 2 اكس والسالب 3، يبقى هنا 2 على اكس اس 3. بعدين 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 خليها فوق اكس اس سالب 3، مظبوط. طيب انا بدي اصل لصيغه اف تريبل، ايش حتصير؟ اكس حتساوي 6 سالب 6 سالب 6 اكس اس سالب 4 او سالب 6 على اكس اس 4 وهكذا. طيب تمام، بقول الاثنين هي في الواقع مضروب 2 والستة في الواقع هي مضروب 3، لأن 3 في 2 في 1 6 في إكس والسالب 4، هذا الأف 3 وهاد 2، هاد تساوي سالب مضروب الواحد في إكس والسالب 2، صح؟ لاحظوا 1 هنا 2، انسوا السالب 2 3 3 4، هذه موجب، هي هذه بدون شرطات، من حبدا باف بعدين اف شرطه اف شرطين الى اخره، ببدا بموجب سالب موجب سالب، يبقى فيها واحد سالب واحد اس ولا لا؟ سالب واحد اس ام. طيب كمان طلع على الاس، العدد المهام اقل من هذا بواحد او هذا اكبر منه بواحد، هذه اكبر من هذا بواحد، هذا اكبر واحد، يبقى انا لما امشي بدي اصل للاف ان مثلا اكس، ايش حتطلع عندي؟ زي ما هو كاتبها، اول حاجه الاشاره بدي اضمنها بالان ناقص واحد اس ان، نحط الرقم، ايش الرقم هذا له علاقه باللي هان؟ ثلاثه هنا اثنين هيها اثنين واحد نفسها، يبقى ان فاكتوريال، صح؟ ان فاكتوريال في اكس اس الان زائد واحد بس بالسالب، بس هذه الصوره الان، هذا اللي احنا بدنا نصله، شفتوا مكتوبه عندكم طبعا، طلعوا وكيف جبناها زي استنتاج، وهذا اللي بتستخدمه انتم في المعادله التفاضليه، حاجات من هذا النوع. بعد هيك ذا تايلور سيريز از، الان عند التايلور سيريز عند اي بتساوي 2، عند اي بالضبط، ها اوكي ماشي، نشيل هذا الان، ممكن اقول اف 2 قبل ولا نعوض على طول فيها؟ طيب على ماكلورين على تايلور مرة واحدة، ك بتساوي من صفر إلى ما لا نهاية لأف تو ذا ك لاثنين في إكس ناقص اثنين ك هنا على ك فاكتوريال، حتساوي أف
اف الاثنين صح؟ سيبيها الحين بنرجع زائد اف شرطة الاثنين بس في اكس ناقص اثنين زائد اف شرطين الاثنين على اثنين فاكتوريال في مين؟ في اكس ناقص اثنين تربيع زائد لما نصل. طيب اف الاثنين قديش عندنا؟ اف الاثنين نص. اف شرطة الاثنين لحالها اف شرطة الاثنين سالب ربع، سالب ربع من هان مباشرة، سالب واحد على أربعة في مين؟ في إكس ناقص اثنين. طيب الأف شرطين الاثنين لحالها من هان بتاخدها اللي هي اثنين فاكتوريال في اثنين والسالب ثلاثة صح؟ يعني تمن اثنين اثنين والسالب ثلاثة، هاي الاثنين فاكتوريال مش مشكلة، سالب اثنين هذا عبارة عن واحد على اثنين تكعيب تمن في السالب، يبقى نحن نقول سالب كمان في السالب زائد زائد، هي مين قال سالب؟ هي لا زائد. طيب اف شرطين الاثنين قلنا كمان مره راحت شردت، اف شرطين الاثنين بدها تساوي 2 فاكتوريال على 8، يبقى 2 فاكتوريال على 8 صح، وفي عندي 2 فاكتوريال كمان بتروح مع 2 فاكتوريال، واحد على 8 في اكس ناقص 2 الكل تربيع، هتلاقوا ناقص الان بعدها بتجيني بايش؟ بالناقص. اف ثلاث شرطات عند الاثنين قديش؟ الاف ثلاث شرطات عند الاثنين سالب 3 فاكتوريال على 16، وفي عندي اصلا في القانون هاي هنكتبها اف ثلاث شرطات للاثنين على 3 فاكتوريال في اكس ناقص 2 تكعيب زائد زائد، هذا قانون زائد بيمشي الحال، يبقى هذه لحالها هيها صح، وفي عندي 3 فاكتوريال تروح هذه مع هذا، يبقى سالب 1 على 16 اكس ناقص 2 تكعيب زائد الى اخره. تمام اسال. تمام الان لو طلعت بلاقي هذه اللي قدامي متسلسله هندسيه، متسلسله هندسيه، هذا لو قسمته على ربع تقسيم نص سالب نص سالب نص في اكس ناقص 2، لو قسمت هذا على هذا سالب نص اكس ناقص 2. القصه بدهاش تصور، سهله جدا، قسمي ربع في اكس ناقص 2 تقسيم نص، هيها شيك خلص، هيها بدهاش تصور وقعد اعصر مخ عشان اجيبها، سهله القصه، فبيطلع ايش؟ نص اكس ناقص 2 بس مره موجب، هي سالب على موجب بيطلع سالب، بدي اقول له هذه هي which is a geometric series، هذا متسلسلة هندسية، ال A نص وال R سالب نص X ناقص 2. تمام هذه المتسلسلة converges وين؟ واحد نص على واحد أقل من واحد صح؟ أبسليوت مين؟ ال R. إيش ال R عندي؟ أبسليوت النص في X ناقص 2 ابسلوت اقل من واحد، طلع النص برا بيطلع وضربه في اثنين تصير ابسلوت اكس ناقص اثنين اقل من اثنين، عشان تطلعها برا هان واضرب في اثنين الطرفين بتصير هيك، هذا عباره عن ناقص اثنين واثنين صح؟ اكس ناقص اثنين اجمع اثنين صفر اكس اربعه، هاي الانترفال اوف كونفيرجنس من صفر لاربعه، يبقى هذه كونفيرجز على الفتره من صفر لاربعه لمين؟ كونفيرجز لمين بتروح؟ متسلسلة هندسية، كل شغلنا عليه متكرر، متسلسلة هندسية A على واحد ناقص R صح؟ الكلام كتير صح؟ ما علينا ما علينا، بنقول هنا is geometric series with كذا converges absolutely on اللي هي اللي قلنا هناك absolute نص سالب نص X ناقص 2 أقل من واحد، اللي بتأدي لي لإيش في الآخر؟ صفر أقل من إكس أقل من أربعة، which converges to A على واحد ناقص R، اللي ده تسوي للA نص على واحد زائد هتصير نص في إكس ناقص اثنين، عشان أبسط
اضرب البسط في 2 والمقام في 2، في 2 بصير عندي 1 على 2 زائد اكس ناقص 2، يعني 1 على اكس، والاكس من 0 ل 4. وهذا جواب الشق الثاني من السؤال. بيقول لي وين ات كونفيرجز تو 1 على اكس؟ وين؟ بنقول له على الفتره من 0 ل 4. تمام، بدناش اياه هذا الكلام. تايلور، هذا تايلور، بدناش اياه. لا 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 بمزح، بس واضح الكلام. الكلام يعني متكرر، قاعده وبطبق عليها، قاعده وبنطبق عليها، وبنمشي واحد واحد. والجيومتريك سيريز هي كل شغلنا، كل شغلنا من بعد ما اخذنا الجيومتريك سيريز، كل شغلنا على الكلمتين هذول هن. والانترفال اوف كونفيرجنس نفس الكلام بتكرر في كل مره. طيب بدنا يا بدنا يا. احنا ما دام نتعامل مع الامثله بيمشي الحال، مع الامثله بدي اعفيكم من ممتاز. غير هيك بالمفتشر تقوليها يعني مش فهماتها هن. مش الله اعلم، الله اعلم، يمكن لقدام اغير رايي، اقول كان هاي في امثله بسيطه، او في بعض التمارين 1 2 3 4 في تمارين سهلات لو طبقناها بيشبهن المثال، ما بمشي الحال في على يعني على في نفس نمط الامثله اللي عندنا وخلص. طيب بكفي بكفي الان.